كان اكثر من 225 مستشار، شو يسوون ذولا؟ 225 مستشار بحكومه السوداني؟ يعني هذا رقم يعني تم وبالاسماء، اذا عندك وقت هسه ماكو يعني اعدد لك اياهم. واحد اثنين ثلاثه اربعه اعدد 10 15 واحد هسه اعدد لك؟ والله والله دعتك هسه عندك 225 225 مستشار، يعني بقسم اصلا ما معروفين، يعني ما مثلا خمسة للمستشارين للصناعة، سبعة للزراعة، ثلاثة للرياضة، ثلاثة للثقافة، ذولي المستشارين لرئيس الوزراء. هم ذول المستشارين يا أستاذ محمد، مو اختيارات رئيس الوزراء، مو يريد ينضج المشروع. لا هم عنوانهم سيد. طبعا مستشارين رئيس الوزراء 225 مستشار. طيب إذا بالعراق الأقل من 40 مليون عندنا 225 مستشار، بالصين ايش قد يخلوا لازم؟